ازاي اصلا فكرت ان يكون في زي مؤسسه ليها علاقه بالمناخ العربي؟ الحقيقه احنا مبادره طبعا مساحات الفضاء الالكتروني شاسعه وواسعه ومفتوحه للجميع. فبالتالي احنا كان هدفنا من يعني انا شاركت في من زمان في قضايا التغير المناخي والبيئه من 2018 وانا شغال على الملف يمكن من اخر 2017 كمان. المبادره بقى لها قد ايه اصلا؟ المبادره احنا انشاناها اخر 2019 واول 2020، يعني احنا واجهنا كورونا في وشنا على طول. فاحنا هدفنا ان احنا نسلط الضوء على نعمل اسراء للمحتوى العربي، لان المحتوى العربي فيه الخاص بالتغير المناخ قليل جدا، وكل المصادر العلميه وكل المعرفه الموجوده حول التغير المناخ والبيئه والطاقه والاستدامه في المنطقه العربيه هي اغلبها بالانجلش او بلغات مختلفه يعني. فاحنا هدفنا ان احنا نسلط الضوء على القضايا ديت من خلال ان احنا ننشر محتوى عربي، نكتب عن قصص مختلفة عن تغير المناخ، ازاي تغير المناخ اصلا بيأثر علينا وعلى مجتمعاتنا، على الفتيات، على المزارعين الصغار، على ازاي تغير المناخ قريب من الاطفال، ازاي تغير المناخ ممكن يأثر على التعليم، على الصحة، ونوعي الناس اكتر بخطورة القضية، لانها قضية في الاخر مش قضية علمية، هي قضية انسانية، قضية خطر بيواجه الكوكب وبيواجه البشرية كلها. فبدأنا ان احنا ننشر مقالات، كان عندنا يعني المنصه بتاعتنا او المبادره بتاعتنا مبادره المناخ او منصه المناخ بالعربي مرت بمجموعه من المراحل. في الاول بدأنا كبلوجر ان احنا مدونه عاديه جدا على جوجل اتس فري يعني لكل الناس ان احنا ننشر مقالاتنا عليها. بعدين حسينا ان في غياب او محتوى قليل، فبدأنا ان احنا تحولنا من مدونه الكترونيه لموقع الكتروني شامل مخصص في تبوبات في اقسام مختلفه. عندنا مثلا قسم بيتكلم عن مبادرات الشباب، ازاي الشباب بيعمل مبادرات في مختلف محافظات الجمهوريه من الصعيد للدلتا لكل المناطق، بيتكيف اكتر مع التغيرات المناخيه، ازاي الطلاب في الجامعات بيعملوا، يعني ابتدت مثلا كفكره صحافه للبيئه مثلا. بالظبط، انا بدات اصلا مهنتي في الاساس اللي بعتز بيها ان انا صحفي، كنت بكتب عن صحافه التعليم والصحافه الجامعيه اكتر، بعدين صحافه الخدمات، بعدين خدت منحه في 2017 كتبت اول مقال بيتناول تاثير تناول اللحوم على التغير المناخ وعلاقته بده في مصر، وبعدين قدمت المقاله دي لمؤسسه اجنبيه اسمها كلايمت تراكر، وبعدين قيموني ان انا مقالت 24 ونص من 25. على اثر هذه المقاله خدت منحه وحضرت كوب 14 كان في مدينه شرم الشيخ، وكان معني باتفاقيه التنوع البيولوجي البايودايفرستي. فحضرت مع 6 صحفيين اجانب من مستوى العالم، وكنت انا الوحيد العربي اللي موجود معاهم. وبدأنا نكتب، يعني كان برضو المؤتمر في شرم الشيخ في 2018، وقعدنا أسبوعين بنحضر جلسات مختلفة وبنكتب مقالات وبنعمل مقابلات مع رؤساء وفود دول وخبراء معنيين بقضية التنوع البيولوجي وتغير المناخ والطاقة والاستدامة. فالحقيقة منذ هذه اللحظة وأنا بضع تغير المناخ والبيئة يعني على رأس كل حاجة في أولويات في حياتي، يعني أنا ما بستخدمش بلاستيك، بجمع البلاستيك ومخلفات البلاستيك والكنز بلمهم في البيت، معروف في شغلي لو حد شرب كنز بيجي يحط الكنز الفاضي على مكتبي فانا بجمعها في نهايه اليوم، وعندي علب في البيت مخصصه للكنز وللبلاستيك ممكن ادخلهم في اي تطبيق واخد فلوس او ابدلهم باي سلع او باي نقاط. فبالتالي التغيرات المناخيه او تغير المناخ لازم نتعامل معاه على انه قضيه كونيه، قضيه خطر بيهدد البشر وبيهددنا جميعا وبيهدد حياتنا. فبدأت بقى أكتب قصص مختلفة، خدت منح وزمالات من مؤسسات دولية كتير بحيث إن أنا أفهم أكتر عن التغير المناخ، إزاي أكتب أصلا قصة عن التغير المناخ، إزاي أنسن قضايا التغير المناخ وأنا بكتب عنها، مش بس إن هي قضايا علمية أو قضية فيزيائية بتواجه يعني بيكتب دايما، لا لازم نشوف إزاي التغير المناخ مرتبط بحياتنا اليومية، بالتعليم، بالصحة، بالصناعة، بالتجارة، بالطاقة، بالنقل، بالموبيليتي، بالحاجات دي كلها. فهو ده دورنا كصحفيين في المنطقة العربية. فده كمان الشق التاني من أو ده هدف كمان سامي للمنصة، إن احنا بنحاول نساعد الصحفيين إنهم إزاي يختاروا قصصهم هم بيكتبوا عن تغيرات المناخ. كمان شاركنا في إعداد أدلة دولية حول تاريخ مفاوضات الدول العربية في اتفاقية اليون اف تربل سي اللي هي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. عرفنا الإعلاميين وعرفنا المعنيين بالعمل المناخي في المنطقة العربية كلهم الدولة العربية عملت ايه في تاريخ الكوب قبل كده، لان الكوب ده 27 او 28 سنة بقاله يعني داخل على 30 سنة ان هو بيتعمل. فالدولة العربية عملت ايه في الاتفاقية؟ فاحنا عملنا دليل مرجع شامل وسميناه دليل سميناه تاريخ مفاوضات الدولة العربية في اتفاقية اليون اف تربل سي، بحيث ان اي حد مش فاهم قضية التغيرات المناخية
بدأنا نفهمها له، بدأنا نعرف المصطلحات، بدأنا نعمل دليل للمصطلحات، وبدأنا نشرح الدولة العربية كلها عملت إيه خلال المفاوضات اللي فاتت دي كلها. عشان كده اسمها المناخ بالعربي. عشان كده احنا فكرة المناخ عامة ونقلناها للدولة العربية. بالظبط كده، وبنسلط الضوء كمان على المبادرات اللي موجودة في المنطقة العربية. يعني كمان احنا شعرنا ان المعرفة قوة والمشاركة بناء، طول ما احنا بنعرف وبنتشارك المعلومة طول ما مجتمعاتنا هتقدر تصمد أكتر في مواجهة التغيرات المناخية بطرق مختلفة بقى يعني كتير جدا. طب انت شايف يعني او الناس اللي شغالين برضو في المبادرة شايفين ايه هي اهم التغيرات المناخية اللي موجودة بقى في وطننا العربي؟ الحقيقة ان التغيرات المناخية احنا كمنطقة عربية او خلينا نتكلم عن مصر تحديدا، احنا بنساهم في التغيرات المناخية بنسبة 6 من او حجم الانبعاثات بتاعتنا 6 من 10%، وده حجم قليل جدا. ورغم ان انبعاثاتنا بالنسبة القليلة ديت، لكن احنا من اكثر المناطق عرضة للتغيرات المناخية، ومصر من اكثر الدول اللي معرضة لغرق الدلتا. يعني عندنا مثلا مناطق كتير جدا في الدلتا معرضة للخطر. لو بريك الاسكندريه في حد ذاتها ممكن تكون معرضه اصلا ان الشواطئ بتاعتها تكون بتنزل. بالظبط، اسكندريه والبحيره والمناطق والقليوبيه وبعض المناطق في القليوبيه. كمان في مناطق دلوقتي بنشوفها في البحيره عند الفلاحين والمزارعين بتغمرها المياه بالكامل في بعض المواسم بتغمرها، فبالتالي المزارع ده ارضه بتتاثر من خلال مثلا ارتفاع منسوب سطح البحر، فبالتالي زرعه بيتاثر، فبالتالي دخله بيقل، فبالتالي هتلاقي مشكله اقتصاديه نتيجه التغيرات المناخيه المتزايده. كمان بنشوف ان درجات الحراره مثلا لما بترتفع ارتفاع غير طبيعي، تطرف مناخ زي ما بنقول، او بتنخفض لدرجه يستحيل مع الخروج من المنزل، فبالتالي هنلاقي بقى فئات كتير جدا بتتاثر. اول حاجه هنلاقي التعليم مثلا بتعلن عن النهارده يا جماعه اجازه او بكره اجازه بسبب السيول الامطار او بسبب السيول بسبب الامطار، فبالتالي تعليمنا هيتاثر، الجامعات هتتاثر. كمان النساء والفتيات والاطفال هم اكثر الفئات عرضه للتغيرات المناخيه، فبالتالي مش هنلاقي مثلا ممكن مثلا لو حد عنده ست البيت او مامتي او زوجتي بتخرج هي تملى المياه او المياه الصالحه للشرب من مكان بعيد، فبالتالي مش هتعرف تخرج، فبالتالي احنا يومنا او حياتنا او طبيعه يومنا هيتاثر بشكل او باخر. كمان موضوعات الصحه الانجابيه ان ازاي او الصحه الجنسيه كمان ازاي ان الفتاه بتتاثر نتيجه مثلا عندها الدوره الشهريه مثلا لو ما لقتش ميه بسبب نتيجه التغيرات المناخيه المتزايده على المنطقه او الجفاف او موجات الجفاف، فبالتالي هي صحتها هتتاثر، فبالتالي اطفالها هيتاثروا، فبالتالي الاسره هتتاثر. فالتغيرات المناخيه قضاياها مرتبطه ببعضها كلها وعندها تشابك. كمان فيما يتعلق بالصحه، التغيرات المناخيه المتزايده بتؤدي الى انتشار او سرعه انتشار الامراض حيوانيه المنشا. يعني لما بنتكلم عن كورونا هو احد الامراض حيوانيه المنشا، فبالتالي كورونا ظهر اكتر وانتشر اكتر نتيجه التغيرات المناخيه. ازاي ده حصل؟ التغيرات المناخيه المتزايده زي ما بنقول سواء بارتفاع درجات الحراره او بانخفاض درجات الحراره او موجات التطرف والاحترار العالمي بتؤدي الى ان بعض الحيوانات ما بتقدرش تعيش في المكان اللي هي مستوطنه فيه، بعيد المكان ده مثلا وليكن بعيد عن الـ عن الـ عن البشر، فبالتالي بيضطر الحيوان ان هو ينتقل لمكان اخر بعيد عن البشر. فعلى سبيل المثال ولما بنرجع للتقارير العلميه بيقولوا ان مصدر كورونا مثلا او مصدر كان جاي من الخفاش او هو مصدر مرض من مصدر حيواني، فهو انتقل للانسان عن طريق الحيوان، فبالتالي هذه الكائنات خرجت من جحورها الاصليه اللي بتعيش فيها الى مناطق اخرى الانسان بيعيش فيها، فبالتالي حصل تلامس او ارتباط بين الانسان والحيوان الحامل للمرض فاثر علينا فنقل. وكمان العلماء بيتوقعوا ان مع موجات الحراره او مع الاحترار العالمي المتزايد على الكوكب الارض ان الامراض الحيوانيه المنشا دي هتنتشر بصور مختلفه وبموجات اكثر عنفا يعني لا قدر الله.